لا يا ابو من اول وجديد كلاسيكا العمل الاول هيعمل ايه الاولى ماشي الاول كان صافي كان موجود في البلد تكلم المتسولين والبلقاقيه والحراميه حبسهم في سنك حبسهم في سنك كله بالعربي في سنك سجن اتكلم في تعلمه بس اتعلموا اذا عايزين تعلموا الكاوزه الاول السنه هم عايزين الكاوزه الاول صح عايزين يخرب البلد الوقت بقى لاخوان كهولا ليه وسؤيل عمال يسلطوا عليه الاخوان ليه سؤيل ليه؟ السيدي عمال يزود يظبط البلد ليه؟ عمال يخلي عادة ويخلي البلقاقية تسيت ويخلي البقنقات والسنك والكلاكوكوزة ولا الأسلحة الغريبة دي وكل عادة الشباب بتقتل ليه؟ والبلد بتخرب ليه؟ عايزين نعدل البلد صح؟ أنا عايز أبعت جواب السيسي أقول له السيسي أنت إذا عايز تمسك البلد قلت لي أنا أخطط لك البلد على يماخي صح؟ صح أظبط الشباب الغلبلة على المسارية وأشوف البلد ماشية إزاي؟ مش كل حاجة هزار يا سيسي السيسي ده أنت إذا تعرف تمسك البلد حتى أنت عايز تاكل كنكاك وعايز تاكل كاكيف مش عايز تمسك وسط الشعب ليه؟ كل شوية النور يقطع النور يقطع وأول مسك البلد يركب العجلة البلد عايز تعادل عايز ايد واحد مش عايز كل حاجة عك وخلاص عايز البلد تعادل اسمعوا كلامي والشغل العواطلية ده عايزه ابو الله يرحمه صاحب لك عم علي سابق عم علي ابو سفيه الله يرحمه ضيعوه بتوع البلد ضيعوه عايز عم علي سابق ده ايه المفروض اطلعه وزير وعم عايز ده يبقى وزير السياحه ده حقيقي عنده بس مليون دولار راحوا فين؟ 500 مليون دولار راحوا فين؟ ضيعتهم في الهلس والمصاريف وتيا عملت ايه؟ المسؤول ضيعت لي المسؤول اللي بتبيع مش فيها زي الفلوس ايه يا ام سوتي كان خلوا ساعه محمد علي احسن كان كل اي حاجه رحت عايز بلبل انت ولا لا؟ رحت انا احكي لنا عليه شويه عشان ما حدش يعرف. انا عايز بلبل تصرفت فلوس بالهبل على ايام وعندي هدوم نزيه و100 100 بس البلد خلبت خلاص امي ضحكت عليا واصحابي ضحكوا عليا وضيعوا لي انا عايز ابعت كوابي السيسي اقول له سيسي عايز اوقف البهدله في البلد دي واخليها على ايام الستات على ايام الستات كخرب كوز القلب كامل ده كان على وضع والله بجد وكمان عبد الناصر بيشرب الحشيش على بس في ناس بتقول كمان عبد الناصر اصلا كان بيشرب الحشيش كان راجل نزيه كان بيشرب الحشيش في ايه؟ في المانجا في ايه؟ عايز اقعد مع عزيز.